ويزيد وين حتروح مع أي خبر؟ يمكن مباراة المنتخب مع ألمانيا، أنا أعتقد أن هذه مباراة مهمة وقوية ويجب أن تكون يعني أولوية بالنسبة لنا وبالنسبة لمنتخبنا. المنتخب الألماني منتخب قوي، حتكون في مرحلة يعني قبل كأس العالم فترة بسيطة، 5 أيام أعتقد. أي نعم، يعني يفترض أن تكون نهاية الإعداد ونهاية الاستعداد، وأنه يكون كل المجموعة والفريق كمدرب ولاعبين وصل الأقصى جاهزية لهذه المباراة. المنتخب الألماني من المنتخبات القوية اللي ممكن نشاهده في نهائي البطولة، فليس اللعب أمامه يعني مباراة تعتبر تجريبية، هي مباراة تحدي واختبار قوي، ويجب أن يعد يعني نضعها في اعتبارنا وفي اهتمامنا من الآن. مرة في الخيمة عفوا انتقدوا هنا، ما أعرف مين صراحة، قالوا أنه ليش تم هذا الاختيار، هذه المباراة قبل كأس العالم ومع ألمانيا تحديدا. لا لا، أنا أشوف أنها بالعكس، هذه هي ختام الاستعدادات، تكون وصلت المرحلة تقيس فيها مدى جاهزيتك لهذه. لكن لا يجب أن تنظر المباراة على أنك حتلعب مع ألمانيا وخلاص. أنت حتلعب مع ألمانيا من أقوى فرق العالم، قد يكون بطل كأس العالم. صح. فيجب أن يكون عندك تحضير ذهني، استعداد نفسي، قدرة على يعني كيفية قراءة الخصم، كيفية اللعب هذه المباراة. يعني أتمنى أن تكون هذه المباراة هاجس للاعبين، لأنه أنت أيضا لا تريد أن يكون منتخبك في نهائي كأس العالم باقي 5 أيام وتنهزم 5-6-7، يعني هذا غير مقبول. احنا شاهدنا المنتخب السعودي في المرات اللي قدم فيها مشاركات جيده، لعب مباريات كبيره امام انجلترا، تعادلنا 0-0 في ويمبلي في 98، ولعبنا بعض المباريات مع بلجيكا، ولعبنا كذا مباراه قويه جدا. وبالتالي يجب ان نضع هذه المباراه على انها هي بدايه كاس العالم الحقيقيه. لو لا قدر الله خسرنا بنتيجه لا سمح الله كبيره، ما حتؤثر نفسيا علينا؟ ما حتؤثر. طيب. انت حتستفيد في النهايه، حتستفيد، لكن تعتمد على نوعيه طبيعه هذه الخساره. اذا انت قدمت اقصى ما لديك وكنت في قمه جاهزيتك وفريقك يعني كان قدم اقصى ما عنده وخسرت، بالعكس هذا المطلوب. لكنك تجي المباراة وانت غير جاهز، لا نفسيا ولا بدنيا ولا مستعد للمباراة ولا معطيها تحضير، وتخسر وتقول حتأثر عليك في كأس العالم، انت اصلا اذا خسرت الخسارة دي انت غير جاهز لكأس العالم. بس بالمناسبة